التعديل الذي دار عليه نقاش كبير، واللي كنا في الفريق من أشرس المدافعين على أنه الخصم ما يتمش، ولا سيما بالنسبة للشركات الكبيرة، وصوتنا في إطار الإجماع في مجلس النواب ضد هذا التعديل. اولا ما بقيناش تنتحدوا على المساهمات لصندوق كوفيد، رجعنا تنتحدوا على المساهمات للدوله، وهذا معنى انه تيفتح واحد الصفحه جديده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الشركات، الاشخاص اللي عندهم يعطي للدوله ويساهم في الدوله في اطار الفصل 40 من الدستور والتضامن الوطني، مرحبا به، وسيستفيد من هنا لفوق.